انا بناطيل كتانا ايش لون عبد الله ولا لون عبد الله عشان اشتهر عشان يدوروا ذاك الموضوع الرصاصي في عندنا سبعين مقطعات والله الحركه يعني طيبه بس نص نص المستوى يعني السبب حضر التجول ورعوا الناس خوفوا الناس يا اخي والله صعوبات الكهرباء وحضر التجول الناس تقفل الدكاكين بسرعه الساعه 8 العشاء نقفل والغلاء الدنيا غالي والحاجات ما تدخلش بضاعه ما جت رمضان الله يستر علينا ان شاء الله يكون طيب ان شاء الله باذن الله طبعا رمضان هذا طبعا مختلف عن اي رمضان سابق مر على عدن بحكم يعني عدة ظروف يعني تمر بها عدن والعالم بشكل عام يعني من الوضع يعني الصحي إلى الوضع الاجتماعي إلى الوضع الاقتصادي يعني هناك كثير من المعوقات التي يعني تضغط على كاهل المواطن في عدن أو في أي مكان طبعا الجانب الروحاني سنفتقد كثيرا الجانب الروحاني في رمضان هذا بحكم إغلاق المساجد فربما يعني لن يكون هناك صلاة تراويح ولن يكون هناك يعني كما تعودنا دائما في رمضان صلاة تراويح وحلقات في المساجد وبعد الصلاة ربما سنفتقد هذا يعني ويكون أهم شيء سنفتقده في رمضان هو الجانب الروحاني والله كثير حاجات بنفتقدها خاصة بانتشار هذه الأوبئة الجديدة أول افتقدنا الحياة في الليل من الساعة 8 للصباح والكهرباء تطفى 4 ساعات 3 ساعات ولا والشارع يعني يبقي ظلام ألا تقدر تمشي يعني الواحد يخاف على محله يخاف على بيته يخاف أصبحنا يعني لا من كهرباء ولا من الحياة الشارع بالنسبة هذه بالنسبة للحياة الطبيعية اللي احنا عايشين فيها أما بالنسبة لرمضان هذا لا حد الآن الأسعار كل يوم وهي تشتعل يعني علبة العصير هذه باقي لها شهر يعني نشيلها الله مخاطرة يعني من شان ينزل التاجر قليل في السعر فيخرجها الشارع يبيعها على المواطن واحنا مضطرين نشيلها لان ناقص شويه فنشيلها اما بالنسبه للبيع في الدكان يقول لك 2000 ريال انا شليتها ب 1000 ريال لان باقي لي نص شهر مخاطره الله يستر على الجهال لكن مضطرين ومن زي كثير يعني فاحنا نتمنى ان شاء الله انهم ينظروا لهذه الامه بعين الاعتبار اذا كان في رحمه في الناس طبعا رمضان هذا العام بيكون غير اي رمضان بطبيعة الحال المواطن العدني بالذات والعربي والمواطن المسلم يستقبل رمضان بفرحة لكن نحس أن هذه الفرحة اللي يستقبل بها شهر رمضان بتضيع وذلك يعني لعدة أسباب من ضمنها من أهم هذه الأسباب اللي هو الكهرباء والماء كمان الموضوع الجائحة الذي حصلت للعالم اللي هي جائحة كورونا فهذه ستفقد يعني روحانية رمضان وستفقد يعني المواطن العدني يعني الفرحة اللي كان يستقبل بها رمضان كل عام.